الثامنة تماما هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. هذه بانوراما جديدة لأهم وآخر المستجدات على الساحة السياسية الاقتصادية الرياضية، ونبدأ الآن بالشق السياسي. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة ليمان كارلسكن، بحث معه سبل توطين تكنولوجيا تحلية المياه وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي اجتماع آخر مع وزير البترول، وجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية خاصة في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ريموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب السفيرة النرويجية بالقاهرة وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة النرويجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية. وقد أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا سيادته إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مركزا للتدريب الفني لبناء القدرات في مجال التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر. من جانبه أعرب السيد كارلسن عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لا سيما في ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في العام القادم. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية خاصة في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية. وقد استعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضرية في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%. كما قام السيد وزير البترول بعرض الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعي، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا مهندس دكتور ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي. برحب بسيادتك يا دكتور ماهر. دكتور ماهر هل تسمعني؟ دكتور ماهر عزيز يبدو أن انقطع الاتصال، سنحاول مرة أخرى. أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28 التي نظمتها وزارة الأوقاف خلال الفترة من 11 إلى 15 من ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتكريم الفائزين في المسابقة بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم. وفي كلمته قال وزير الأوقاف إن 38 متسابقا حصلوا على 90% فأكثر. هذه المسابقة كانت من أكثر المسابقات منافسة، من حصلوا على طاقات تزيد على 90% بلغ 38 متسابقا ومتسابقة. 38 متسابق ومتسابقة حصلوا على 90% فأكثر. كانت الفروق أحيانا بين الأول والثاني 1 من 10. بعض الحفظة من أبنائنا المتسابقين حصل على 99.5%، وأكدت اللجنة أن ربما خطفة النفس في مادة أو نحوها هي التي قصرت به عن 0.5%، لأن القرآن غالب والكمال فيه لله وحده. في فروع الحقيقة كنا في حيرة، وكان بودي أن نكرم الجميع، والجميع بفضل الله مكرمون لأنهم أهل القرآن ويكفي تكريم الله لهم، ولكننا اجتهدنا وفق نظام المسابقة أن نعلن عن الأوائل بمكافآتهم المالية وشهادات التقدير وأن نخصص لوحة شرف. مرة أخرى عودة إلى اهتمام الدولة بالمشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، ويسعدنا أن ينضم معنا هاتفيا مهندس دكتور ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي. بعد التحية دكتور ماهر، كيف ترى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة؟ تفضل يا فندم. اهلا بك يا فندم، تحياتي لسيادتك وللساده المشاهدين. شكرا يا فندم. الحقيقه الدوله لها استراتيجيه واضحه جدا في مجال نشر استخدامات الطاقه الجديده والمتجدده. مصر لها تاريخ مشرف، بدات سنه 84 في جهود الطاقه الجديده والمتجدده. وضعت أول استراتيجية للطاقة المتجددة 84، أنشأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 86. عندنا خبرة أكثر من 30 سنة في هذا المجال، تصاعدنا من مشروعات بسيطة إلى أن أصبح الآن لدينا حوالي 1650 ميجا وات شمسية فوتوفولتية مرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى قدرات كثيرة موزعة. أيضا لدينا في طاقة الرياح أكثر من 1500 ميجا وات على خليج السويس. الاستراتيجية تم تجديدها في سنة 2014-15، وأصبح كان الأهداف المعلنة للاستراتيجية كان الوصول سنة 22 بمساهمة من الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 20%، والوصول سنة 30 إلى 29%، وسنة 35 إلى حوالي 42%، وسنة 50 حوالي 55 إلى 60%. لكن تعدلت هذه الاستراتيجية لتصبح الهدف اللي مصر تستهدفه سنة 35 من 42 إلى 50% مشاركة من الطاقات الجديدة والمتجددة. الحقيقة الدولة مش مجرد انها وضعت فقط استراتيجي، ولكن على الارض هناك جهود حقيقيه. مصر انتجت ما يسمى بخريطه الخريطه الشمسيه او خريطه الطاقه الشمسيه التي تحدد السطوع الشمسي
الجيد جدا في كل الأرض المصرية. والحقيقة احنا لدينا سطوع شمسي بمتوسط 2500 كيلو وات ساعة للمتر المربع الواحد سطوع شمسي في السنة، ودي نسبة كبيرة جدا بالقياس لكل الدول في العالم. أيضا لدينا سرعات رياح على البحر الأحمر تعتبر هي أعلى سرعات رياح تصل إلى 14 متر في الثانية في مكان ما في العالم، وبالتالي الإمكانية موجودة بالنسبة للمصادر. أيضا الأرض، مصر إلى جانب الاستراتيجية الواضحة استطاعت أن هي تخصص 7600 كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه تسع ما يزيد على 90,000 ميجا وات، منها 35,000 ميجا وات رياح دكتور ماهر، يعني خلينا بشيء من التبسيط. عندما يعني يشاهدنا الآن المواطن البسيط في الشارع المصري، ما الرسالة اللي تحب توجهها له، أو ما هي الفوائد من وراء ذلك؟ تفضل يا فندم. الرسالة الواضحة من اهتمام مصر بالطاقة المتجددة، أول جانب مهم جدا هو تنويع مصادر الطاقة، لأنه الخروج من الاعتماد على مصدر واحد وحيد مسألة في غاية الأهمية. فأول شيء هو تنويع حافظة الطاقة. البند الثاني أو المحور الثاني تعظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، لأنها طاقة ليست ناضبة ولا تعتمد على حرق الوقود. رقم المحور الثالث أنها طاقة نظيفة لا ينبع منها ملوثات للهواء، كما أنها لها اقتدار على مكافحة غازات الاحتباس الحراري. هاتفيا مهندس دكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي، شكرا جزيلا يا فندم على هذا التحليل. مرحبا بحضراتكم من جديد. تتواصل أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وذلك لليوم الثالث على التوالي. جلسات مستمرة لمناقشة مكافحة الفساد، محاور عديدة على أجندة الدورة التاسعة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة. وفي اليوم الثالث للمؤتمر، التعليم والشباب، استرداد الأصول المهربة، تعزيز مكافحة الفساد في دول الصراعات، وحماية المبلغين عن الفاسدين، كانت أهم محاور الجلسات النقاشية بالمؤتمر. الفساد هو من الجرائم العابرة للحدود، ولا يمكن الحد منه دون وجود تعاون عربي دولي وثيق، فبالتالي هذا هو بالضبط اللي احنا نسعى لتحقيقه من خلال الإعلان السياسي شرم الشيخ. أكيد هاي المؤتمر يستخرج منها توصيات مخرجات جيدة راح تساهم في العمل على قضاء على الفساد، وتبدي فرصة جيدة للدول الأطراف المشاركة للتحاور التكاتف المساندة. اتفاق دولي من مختلف الأطراف المشاركة على أهمية التوعية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية ووجود آليات جادة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لابد من العمل العربي المشترك الذي ساعد كثيرا في إحداث الصيغة الأخيرة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لأن هناك كانت هناك الكثير من الملاحظات والكثير من المواقف التي تعكس ثقافات الدول حيال موضوع مكافحة الفساد. ومع تنوع مشاركات الوفود من 150 دولة، تسعى فيما بينها لتعزيز تجاربها في مكافحة الفساد بخبرات دولية.
المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الدول لمكافحة الفساد. نأمل أن تخرج من شرم الشيخ توصيات فاعلة لبناء مجتمعات متعافية خالية من الفساد لدعم التنمية المستدامة. ويأتي نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الدولي ليضيف لثقلها أمام العالم في ظل جائحة كورونا. انعقاد هذا المؤتمر على أرض مصر يعني ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه النوعية من المؤتمرات الدولية باحترافية ونجاح كبيرين. نحن نفخر باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بشراكتنا مع جمهورية مصر العربية التي أدت لاستضافتها هذا المؤتمر والحدث العالمي الذي يتكرر كل عامين. تنوع شامل يضفي مزيدا من الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة بنسب ترتبط في المقام الأول بجدية التنفيذ. آليات متعددة يتم التطرق إليها ومناقشتها داخل جلسات المؤتمر في سبيل الوصول لصيغة تنفيذية تضمن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يحقق حياة كريمة لكل المواطنين بعيدا عن استغلال النفوذ وصولا لتنمية مستدامة تحقق الرفاهية لشعوب الأرض. من شرم الشيخ، حماد العربي، النيل. هذا وعلى هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أشار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلى المبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل توعية الطلائع ضد الفساد وأضراره. إلى المبادرات اللي بتقوم بها الوزارة سواء على مستوى التنمية الناشئ اللي هي الطلائع زمان، لأن بقى في سفراء ضد الفساد موجودة في السن الصغير. صحيح. ده وبنعمل لهم دورات معرفية، بنعمل ده في مراكز الشباب كمان. وبالنسبة للأندية كمان بنعمم هذا الموضوع مع دور الحوكمة الكبيرة اللي بنقوم بيها، الاثنين متلازمتين يعني بنقوم بيهم. طب ده من حيث الشباب احنا بننمي الوعي، من حيث الرياضة احنا بننمي معرفة القيادات لهذا الموضوع، زائد الدور الرقابي اللي موجود وبننميه اكتر واكتر في الحقيقة يعني. تبنت الدولة استراتيجية قومية متعددة المحاور والأركان لمكافحة الإدمان والمخدرات من خلال وضع برامج وآليات تحقق التنسيق بين مختلف المؤسسات سعيا للوقاية والعلاج ومحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطي في المجتمع. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الإدمان من خلال فترة 2014 إلى 2021 وبالتزامن مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي وبدء تطبيقه اعتبارا من يوم 15 من ديسمبر الجاري. أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أهمية المؤتمر الدولي الثالث لتغير المناخ الذي تعقده الجامعة تحت عنوان تغير المناخ التحديات والمواجهة والذي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة علماء ووزراء. أشار المحرصاوي إلى أن هذا المؤتمر يعد مقدمة للمؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه مصر العام القادم 2022. تمهيدا لانطلاق مؤتمرها العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، عقدت جامعة الأزهر المؤتمر التحضيري الذي يعقد تحت عنوان تغيير المناخ التحديات والمواجهة تحت رعاية رئيس الجمهورية. رئيس جامعة الأزهر أكد أن المؤتمر يأتي في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتشدد والتصدي للسلوكيات السلبية في المجتمع، لا سيما على مستوى البيئة والمناخ. أهمية هذا المؤتمر على المستوى المحلي والإقليم والعالمي بالاهتمام بقضايا المناخ، لأن هذه القضية هي التي صارت على يعني على العصر وعلى على الساحة بأهميتها نظرا لوجود التلوث. ويجب أن أنبه أن التلوث ليس المقصود به التلوث البيئي فقط، لكن تلوث أيضا فكري. يناقش المؤتمر عددا من المحاور ممثلة في تغيير المناخ والطاقة وتغيير المناخ والصحة ودور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة والتلوث وأثاره على المناخ. كل الوزراء معنيين، لأن المشكلة هي مشكلة عالمية بتمس كل إنسان وبتمس كل حياة كل إنسان،
والمؤتمر ده أجل من 2019 نظرا لجائحة كورونا، وده المؤتمر الدولي الثالث اللي بتنظمه جامعة الأزهر، لأن طبعا نظمنا في مؤتمر. أكد الحاضرون أن المؤتمر يأتي في وقت مهم وحرج، خاصة في ظل ما شهده العالم الفترة الماضية من أسوأ موجات الطقس والأعاصير التي تسببت في حالة من الدمار والخسائر المادية والبشرية وانهيار العديد من المنازل وتحطم الأشجار وسقوط ضحايا ومصابين. إذن هو مؤتمر تمهيدي جاء ليؤكد على كيفية مواجهة القضايا التي تخص البيئة بحضور عدد كبير من العلماء لتبادل الخبرات في العديد من القضايا. من جامعة الأزهر، محمد الخطيب، النيل. نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية العراقية في مجال التعرف المسبق على المسافرين المشتبه بهم، كما استقبلت الأكاديمية وفدا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع الوطني الإماراتي للتعرف على مرافقها ودورها في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية. تفتح مصر منشآتها التدريبية لينهل منها الكوادر الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة من علومها الأمنية وإمكاناتها التدريبية، بما يدعم مقومات الأمن لديها ويؤكد على الريادة المصرية في مجال الأمن. من هذا المنطلق نظم مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دورة تدريبية ل16 من الكوادر الأمنية العراقية العاملة بالمطارات الدولية بعنوان التعرف المسبق على المسافرين المشتبه بهم والمراقبة في الصفوف الأمامية. استمرت فعاليات الدورة التدريبية على مدار 5 أيام، تلقى خلالها الكوادر الأمنية العراقية محاضرات حول أدوات وتقنيات التعرف على المسافرين والبضائع المشتبه فيهم، مما يعزز قدرتهم على التعرف على السلوكيات غير العادية للمسافرين ويوفر الأمان والحماية للمطارات. لم يقتصر الأمر على تدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول، بل تستقبل الأكاديمية وفودا من مختلف الدول لمشاهدة مرافقها وإمكاناتها الكبيرة في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. في هذا الإطار استقبلت وفدا من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بكلية الدفاع الوطني الإماراتي، حيث تعرفوا على أنشطة الأكاديمية وكياناتها المتنوعة والدور الذي تطلع به في إعداد رجال الشرطة بطرق عصرية، بما يعطيهم القدرة على أداء رسالة الأمن، معتمدين في ذلك على المحاضرات النظرية والبيانات العملية التي تتم داخل أحدث الميادين التدريبية الموجودة داخل الأكاديمية. كما تعرفوا على دور الأكاديمية في إثقال مهارات الكوادر الأمنية من مختلف الدول من خلال عقد دورات تدريبية تخصصية لهم، وما تقوم به بصفة خاصة في إعداد الكوادر المشاركة في البعثات الأممية من خلال المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ونتحول للشأن السوداني، حيث أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مشددا على أن الاتفاق وما سبقته من إجراءات تصحيحية هو مخرج وخارطة الطريق لا تراجع عنه. إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع السيد رئيس الوزراء في 21 نوفمبر الماضي وما سبقه من إجراءات تصحيحية هما المخرج الآمن وخارطة الطريق لاستكمال مهام الانتقال، لذلك لا تراجع عما تم من اتخاذه من إجراءات أو ما تم الاتفاق عليه من مبادئ تحكم بقية الفترة الانتقالية، فهما الأساس الذي يجب أن يبنى عليه مساق التوافق الوطني
الذي نعمل عليه جميعا بما يمهد ويؤطر لاصطفاف وطني عريض يشمل كل القوى الوطنية عدا المؤتمر الوطني المحلول، فلا سبيل لاستكمال الانتقال أو الإيفاء بمطلوباته دون حدوث ذلك. هذا وقد وقعت حكومة السودان وأطراف عملية السلام لمسار الشمال اليوم ملحق اتفاق بهدف تقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم. ويقضي الاتفاق بأن تكون نسبة حكومة الإقليم الشمالي 30% من تلك الموارد ونسبة الحكومة القومية 70% منها، على أن يسري الاتفاق لمدة 10 أعوام. فيما أكد الطرفان حرصهما على تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير أحد المواقع السرية لميليشيات الحوثي ذات القدرات النوعية بالعاصمة صنعاء، كما دمرت طائرات التحالف كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية وأربع مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاطات طائرات مسيرة. كان التحالف قد أعلن في وقت سابق بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيرا إلى أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد، وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنها أبرمت اتفاقا مع إيران لاستبدال كاميرات المراقبة في منشأة كارج للإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي، والتي أزالتها إيران بعد تعرض المنشأة لهجوم تخريبي على ما يبدو في يونيو الماضي. وقالت الوكالة إن الاتفاق مع طهران لاستبدال الكاميرات المراقبة في منشأة كارج يعد تطورا مهما لأنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران، مضيفة أنه سيتم تركيب الكاميرات الجديدة في غضون أيام. دعا جينغ تشانغ المبعوث الصيني إلى مجلس الأمن، دعا الولايات المتحدة إلى رفع كافة العقوبات غير الشرعية عن إيران والكيانات والأفراد المرتبطة بها. كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، حيث حث فيه الوفود من الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن إيران في أسرع وقت ممكن ودعوة إيران إلى العودة إلى إطار الاتفاق النووي. وأشار نائب المبعوث الدائم لدى الصين في الأمم المتحدة إلى الآثار السلبية الناجمة عن الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من اتفاقية حظر الانتشار النووي منذ 3 سنوات. أعلنت روسيا تسليمها الولايات المتحدة قائمة مقترحات تشمل الضمانات القانونية التي تطالب بها لأمنها الذي تعتبره مهددا على خلفية التوتر حول أوكرانيا. يأتي هذا فيما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أن بلادها قررت طرد دبلوماسيين روسيين بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل شيشاني بأمر من موسكو. الأزمة الأوكرانية لا تهدأ، فكل يوم إما يحمل تصريحا جديدا من أحد أطراف الأزمة أو قمة لاستعراض القوة. أحدث يوميات الأزمة نبدأها بالطرف الغربي الذي يمثله الاتحاد الأوروبي والناتو وتدعمه الولايات المتحدة، حيث هدد المستشار الألماني الجديد أولاف شولز في أول خطاب له أمام البرلمان، هدد روسيا من دفع ثمن باهظ إذا اجتاحت أوكرانيا. ولم تمض ساعات على خطاب شولز حتى خرج حكم من القضاء الألماني على روسي بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل معارض شيشاني بأمر من السلطات الروسية في قضية متداولة منذ عام 2020، ليعقب السفير الروسي في برلين في بيان رسمي بأنه حكم مسيس. وما زلنا مع الجانب الغربي، حيث أسفر اجتماع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل عن تهديد جديد بتوقيع عقوبات على موسكو إذا قررت غزو أوكرانيا.
كما توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية موسكو بتشديد العقوبات واتخاذ إجراءات غير مسبوقة. أما روسيا الطرف الثاني في الصراع، فقد عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة عبر الفيديو مع نظيره الصيني جي شينبينغ، حمل في الجزء الذي بث منه للإعلام عبارات متبادلة تحمل الإشادة بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصفها بوتين بالنموذجية بين الدول في القرن 21. وفي الجزء غير المعلن أعرب جينبينغ الذي تحظى بلاده بعلاقات متوترة مع الاتحاد الأوروبي واشنطن، أعرب عن دعمه للجانب الروسي في مساعيه للحصول على ضمانات أمنية ملزمة من الغرب تضمن حماية الحدود الروسية، وذلك وفقا لمسؤول في الكريملين. الأمر نفسه أكدته وسائل إعلام صينية رسمية، نقلت عن الرئيس تأكيده سعي البلدين المشترك للحفاظ على المصالح الأمنية لبعضهما. ولمحاولة تقريب وجهات نظر الجانبين، أكدت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي التقيا في موسكو لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها، وفقا للخارجية الروسية التي علقت على الاجتماع بأنه شهد مفاوضات مستفيضة دون توضيح أي تفاصيل. وتتلخص الأزمة في مخاوف روسيا من توسع الناتو على حدودها مع أوكرانيا مما يهدد أمنها، ويتعارض مع التطمينات التي حصلت عليها مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وهو ما يرد عليه الحلف بأن أنشطته دفاعية بطبيعتها وتهدف إلى ردع أي عدوان روسي جديد يهدد تطلعات أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف. وعلى الأرض أجرت القوات الروسية تدريبات عسكرية على حماية المجال الجوي لشبه جزيرة القرم باستخدام منظومات الدفاع الجوي S-400 وسط تحذيرات مخابراتية أمريكية من نقل روسيا 70,000 جندي باتجاه الحدود الأوكرانية والاستعداد لغزو محتمل في أوائل العام المقبل. ونشرتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم وفيها بعد قليل. روسيا تختبر صاروخا جديدا مضادا للغواصات من مدمرة في بحر اليابان. بنبني مستقبل مصر، مستقبل مشرق قوي. النهاردة بنحتفل بمرور 17 سنة لمصر بدون شلل الأطفال بسبب التطعيم الروتيني والحملات القومية لكل الأطفال الأقل من سن 5 سنين، المصريين وغير المصريين اللي عايشين على أرض مصر. الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مكملين في بناء جيل قوي بمستقبل أقوى. طعم طفلك ضد شلل الأطفال عشان مستقبل أحسن ليه ولينا. أهم الأخبار الاقتصادية تعرف عليها الآن وحسام الدين. إليك حسام. أشكرك دينا، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الباقة الاقتصادية أهم ما فيها. مدبولي يؤكد أهمية المتابعة الدورية للمشروعات المنفذة بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يضمن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات. وخلال لقائه مع محافظ دمياط منال عوض لمتابعة المشروعات التنموية الخدمية بالمحافظة، جدد مدبولي الإشارة إلى أن تلك المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية هناك. على صعيد آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة النتائج الأولية للدراسة التي تم إعدادها بشأن الآليات المطلوبة لتحقيق المزيد من الكفاءة التنافسية في قطاعات الدولة المختلفة. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أنه يتم حاليا العمل مع عدد من الخبراء بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل موسعة تضم العديد من المسؤولين والخبراء بهدف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه في المرحلة الحالية.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر استعداد قطاع الكهرباء المصري التام لتقديم كافة المساعدات للجانب اليمني بالإضافة إلى برامج التدريب المختلفة للكوادر اليمنية. كما أشار وزير الكهرباء خلال لقائه نظيره اليمني أنور محمد كلشان إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية. من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعمار اليمن وخاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء. قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الصوامع الحقلية الجديدة التي يتم إنشاؤها سوف تدخل الخدمة في الربع الأول من العام القادم. وأكدت الوزارة أنه جاري إنشاء 30 صومعة حقلية جديدة بسعة تخزينية تصل إلى 30,000 طن بالأماكن الأكثر كثافة من ناحية الزراعة لتقريب التوريد للمزارعين. قريبا سوف تدخل تلك الصوامع وغيرها من الصوامع الحقلية الأخرى الخدمة لتزداد معها الطاقة التخزينية للقمح إلى 4 ملايين طن. فكرة إنشاء تلك الصوامع الحقلية جاءت لتقليل الفاقد من القمح عند النقل وتقريب الأمر على المزارع عند التوريد، وبالتالي هتوفر على الفلاح أنه ينتقل بالقمح من بركة سبع وسطى إلى منوف أو شبين، فبالتالي هتبقى مركز تجميع هتخدم وهتستوعب 5,000 طن. البداية تأتي لإنشاء 30 صومعة منها محافظة المنوفية بإمكانيات لا تقل عن الصوامع الكبيرة من حيث التهوية أو أنظمة التحول الرقمية، لكن الفرق في الطاقات الاستيعابية هو الفيصل، فتلك الصوامع الحقلية أنشئت بطاقة استيعابية تصل إلى 5,000 طن. عندنا صوامع تخزين رئيسية هنا في المنوفية، صوامع منوف 60,000 طن، صومعة كفر داود 25,000 طن. وبحسب القائمين على الأمر فإن تلك الصوامع الحقلية سوف تدخل الخدمة في الربع الأول من العام القادم. هي منظومة متكاملة إذن للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، منظومة بدأت منذ 7 سنوات بداية من إنشاء الصوامع وصولا إلى تطوير مخازن الجملة. فالسنوات السبع الأخيرة قد هيأت لكل ذلك طبقا للخطط الموضوعة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري الذي تحتل منه تلك المخازن النصيب الأكبر سواء في الميكنة أو توافر السلع. فالميكنة الجديدة لأكثر من 1,500 مخزن باتت تسمح للدولة بمعرفة الأرصدة في كل مخزن بكل حي ومدينة، وباتت أيضا تسمح بالتدخل إن لزم الأمر. كل ذلك انعكس على الأرض بمنافذ التوزيع لصرف مستحقات المواطن على بطاقة الدعم لأكثر من 30 سلعة سواء في الوفرة أو الجودة. كل حاجة موجودة، رز وسكر وزيت، وفي حاجات كمان اللي بناخدها على نقاط العيش دي كلها موجودة. وما بين هذا وذاك فإن الخطط التنموية المستهدفة للدولة تقضي بإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة إضافة إلى المناطق اللوجستية وأسواق الجملة والتجزئة أيضا. رمضان الشحات، النيل. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام ننهي هذه الوقفة الاقتصادية ونعود للزميلة دينا أبو الفتوح. شكرا لك حسام، وننتقل لحضراتكم الآن إلى تونس، حيث هناك مؤتمر صحفي يجمع بين رئيس الجمهورية التونسي قاد سعيد وعبد المجيد تبون الرئيس الجزائر من تونس. حقق هذا كل هذا في القريب العاجل. سنحاول اختصار المسافة في الزمن، اختصار المسافة في التاريخ حتى نتلافى ما ضاع في بعض الأحيان، ما ضاع من فرص. كل شيء يجمعنا ولا شيء يفرقنا سيادة الرئيس وأخي العزيز السيد عبد المجيد تبون. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الزيارة التي شرفتم بها شعبنا في تونس. أخي العزيز فخامة الرئيس قيس سعيد، أولا شاكر لكم الحفاوة وحرارة الاستقبال. مثل ما قلت لك كانت حرارة
أحر من الحرارة. كان فيه خرق لبروتوكول الدولة التونسية العادية بالنسبة لاستقبال الرؤساء، وهذا ليس علينا بعزيز لأن أخ حل ما بين عائلته وبأحضان أخيه. شكر لك باسم كل وفد الجزائري حفاوة الاستقبال، وشعورنا بأننا خليتنا نشعر أننا في بلدنا الثاني حقيقة. أرجع إلى البسمالة لأن لا يحلو الكلام إلا بعد البسمالة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجدد التعبير عن سعادتي بتواجدي على أرض تونس الشقيقة، وأعرب عن جزيل شكري وامتناني لما حظيت به والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة. وأود في بداية والشعب التونسي الشقيق يحتفل بعد غد بعيد الثورة أن أتوجه إليكم فخامة الرئيس وإلى الشعب التونسي الشقيق أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأطيب التمنيات. إن هذه الزيارة تندرج في إطار جهودنا المشتركة والمتواصلة لتمتين علاقات الأخوة المتجدرة بين شعبينا الشقيقان. بهذا الخصوص أعرب عن عميق الارتياح لما أفضت إليه محادثاتنا ثنائية اليوم، والتي من نتائجها المباركة تأكيد حرصنا على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، آملين إن شاء الله أن نصل إلى اندماج اقتصادي وإلى آفاق وحدوية موحدة مشتركة إن شاء الله. وهو حرص ينبثق عن إرادتي متقاسمة، ويترجم التوجه الاستراتيجي الذي نطمح أن يقوم على الاستغلال الأمثل لمقومات التقارب الإنسانية والتاريخية والجغرافية والثقافية، وتأسيسا على ذلك اتفقنا على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد، وذلك بالتوقيع على هذا العدد الهام من اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية خلال المراحل القادمة من عملنا المشترك إن شاء الله. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية تطرقنا إلى العديد من القضايا الراهنة، وتبادلنا الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا الشقيقة، ومتفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم. نتمنى لليبيا الشقيقة إن شاء الله أن تتخلص من المرتزقة وأن تتخلص من القوات الأجنبية، وأن يعود الوئام بين الأشقاء والفرقاء الليبيين إن شاء الله. وفي منطقة الساحل والصحراء وكذلك حول المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لا سيما وأن الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها جامعة وشاملة، ولن نكرس قلتها وأكررها من أرض تونس الطيبة أن الجزائر لن تكرس التفرقة العربية، إما تكون قمة جامعة وإما تكون نظرة أخرى إن شاء الله. وفي الأخير تتيح لهذه المناسبة أيضا أن أجدد التهاني للجمهورية التونسية الشقيقة
على اختتام عضويتها بمجلس الأمن الأممي بنجاح واقتدار كبيرين، وأخص بالثناء جهودها الفعالة في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جائحة كورونا، والتي كان من ثمارها اعتماد مجلس الأمن للقرار الهام رقم 2532، والفضل يرجع تونس. وفي الختام أشكركم أخي العزيز على الحفاوة مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، نقلنا على حضراتكم وعلى الهواء مباشرة من تونس العاصمة وقائع المؤتمر الصحفي بين قيد سعيد الرئيس التونسي وكذلك عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري. تحدثوا في هذا اللقاء عن عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بينهم وفي المستقبل الآليات الجديدة التي سوف يقومون ب عملها كعمل مشترك، خاصة أيضا فيما يخص الملف الليبي، وكذلك تحدثوا عن عمق العلاقات التي تجمع الدولتين الشقيقتين. عودة لنشرتنا ومع هذا الخبر من روسيا، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن موسكو اختبرت صاروخا جديدا مضادا للغواصات من مدمرة في بحر اليابان. وقالت الوزارة إن المدمرة مارشال شابورنكوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ أطلقت صاروخا جديدا من منظومة أتفيت المضادة للغواصات، ونجحت في تدمير هدف تحت الماء. وكانت المدمرة قد خضعت في وقت سابق من هذا العام لتحديث واسع النطاق، وشاركت في اختبار إطلاق صواريخ كاليبر في بحر اليابان. تشهد دار الأوبرا المصرية حفل ختام مهرجان السينما الفرنكفونية، والذي استمرت فعالياته لمدة 5 أيام ويتضمن 23 فيلما من 10 دول. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دار الأوبرا مراسلة النيل ولاء الحديدي. ولاء، بعد التحية ليكي طبعا، كيف تتابعين حفل ختام مهرجان السينما الفرنكفونية؟ تفضلي. الفرنكوفونية في منظمه الدول الفرنكوفونيه يسعدنا ان يكون معنا على كافه تقارير الاخبار. فقدنا الاتصال بولاء، سنحاول مره اخرى. والآن عودة مرة أخرى إلى حسام الدين عاطف، وقفة رياضية جديدة، فكونوا معنا. شكرا لك حسام. ودائما في نهاية هذه النشرة المفصلة عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس شركة سكاتك النرويجية فرص التعاون بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28. البرهان يؤكد أنه لا تراجع عن الاتفاق السياسي وما سبقه من إجراءات تصحيحية بالسودان. وبعناوين الأخبار نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة، والتي جاءتكم بانوراما النيل للساعة 8. لكم تحيات كل فريق العمل، وإلى اللقاء.